بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر رضي الله عنه، وهو مخالف لحديث عمر السابق رضي الله عنه، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. جاء في بعض الروايات: وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا نرى بذلك بأسا. قال: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. وقد ذكر ابن عبد الهادي أن إسناد هذا الحديث على شرط مسلم فهو صحيح. هذا الحديث يخالف حديث عمر رضي الله عنه، قد سبق معنا أن حديث عمر إنما هو موقوف عليه ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه خطأ بين كما قال البيهقي رحمة الله عليه. وهذا الحديث محل إشكال، لأن الفقهاء حكوا إجماعا أنه لا يجوز بيع أمهات الولد، حكي فيه إجماع. وأشكل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه ذكر أنهم كانوا يبيعون السراري أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وكذا في حياة أبي بكر الصديق قبل نهي عمر، فكأن النهي إنما كان من عمر. وهذا الحديث وجهه ابن قدامة رحمة الله عليه بتوجيه أو توجيهين. التوجيه الأول قال: إن قول جابر هذا ليس صريحا في كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ببيعهم لأمهات أولادهم، ليس صريحا بذلك، وإنما ربما باعوا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. وذلك في مسألة أصولية مشهورة في قول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو يكون له حكم السنة التقريرية؟ المحققين من أهل العلم، وهو الذي نص عليه فقهاؤنا في كتب الأصول، أننا لا نحكم بأنها سنة تقريرية إلا أن يذكر الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بفعلهم وأقرهم على ذلك، فإن لم يحكى علمه بفعلهم فإنها لا تكون سنة تقريرية. ومن الأمارات على علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر ظاهرا، وهذا غير متحقق في حديث جابر. التوجيه الثاني الذي قيل في توجيه هذا الحديث، قيل إن حديث جابر إنما كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك، نسخت الإباحة. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، هو كما ذكرت لكم قد حكي إجماعا، لكن قد جاءت رواية نقلت عن الإمام أحمد بكراهية بيع أم الولد دون تحريمه. وهذه الرواية نقلها بعض أصحاب الإمام أحمد عنه نصا، فبعضهم حمل من قوله أكره أنه الكراهية المعروفة، وبعضهم قال إنما قول الإمام أحمد أكره معناها الكراهة، كراهة التحريم، وهي التي تغلب على اصطلاح السلف رحمة الله عليهم. ولذلك فإن ابن قدامة لما نقل هذه الرواية قال: ولا يصح أن تنسب للإمام أحمد، يعني فهم من قوله كرهت أي كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. والمرداوي القاضي علاء الدين لما نقل هذه الرواية قال: هذه الرواية محكية عن الإمام أحمد وليس العمل عليها. ودلنا ذلك على أن الخلاف مهجور. وقلت لكم أن ابن قدامة قال قد حكي الإجماع على عدم جواز بيع أمهات الولد. وعندنا مسألة: لو سلم أنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن ننتبه، لا نقول إن الناسخ هو الإجماع، فإن هذا القول خطير جدا يؤدي إلى هدم أحكام الدين، وإنما نقول إنه حديث آخر ولكن لم يصمنا. هذا إذا قلنا إنه مرفوع، لكن نقول هذا الحديث ليس مرفوعا البتة ولا يأخذ حكم المرفوع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري. نعم، هذان الحديثان حديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما
في النهي عن أمرين. الأمر الأول ما جاء في مسلم من حيث جابر أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، فضل الماء أي ما زاد عن حاجة المرء، فهذا الحديث نص صريح في النهي عن بيعه. والفقهاء يقولون إن المياه تنقسم إلى قسمين، ماء مباح وماء غير مباح، ولا يقصدون بالمباح ضد المحرم، وإنما يعنون بالمباح أي الذي ليس في أرض مملوكة، فالماء المباح الذي لا يكون في أرض مملوكة، وأما الماء غير المباح أي ليس مباحا لكل الناس وإنما هو مخصوص بصاحب الأرض، هو الماء الذي نبع في أرض مملوكة، فهذا في هذه الحال يكون ماء غير مباح. الماء المباح يقولون الناس شركاء فيه، فمن وصل أولا استحقه ولو كان قليلا، فالمباحات إنما تكون للأول كاللقطة، إنما تكون للملتقط، ومنا لمن سبق، وغير ذلك من الأمور المباحة كالمعادن والركاز، وأشرنا ربما لبعضها قبل. وأما الماء غير المباح، وهذا المصطلح لابن قدامة في الكافي التعبير بالمباح وغير المباح، فإنه عقد باب سماه باب أحكام المياه. والماء غير المباح يقولون هو ملك لصاحبه بقدر حاجته، فما فضل عن حاجته واحتاجه شخص آخر فإنه يلزم بذله له، فأما بذله لسقيا الماشية فوجها واحدا، وأما لأجل سقيا الزرع فعلى أصح الروايتين في مذهب الإمام أحمد. ولذلك نص الفقهاء على أنه لا يصح ولا يجوز بيع نقيع البئر كما تعلمون، ونقيع البئر هو الماء الباقي في جوفه. إذن ما الذي يجوز بيعه من الماء؟ إذن عندنا ثلاث أحكام. الماء الحكم الأول قبل أن نتكلم عن ما يجوز بيعه هو الحكم الثالث. الحكم الأول الماء الذي يختص به صاحبه لا يلزم بذله، هو ما كان في قدر حاجته من شرب وسقيا وسقيا ماشية وزرع ونحو ذلك، فهذا لا حق لأحد في الاشتراك فيه إذا خرج في أرضه وكان غير مباح، وإن كان مباحا بأن سبق إليه وحازه في قربة أو في وايت ونحو ذلك، فإنه يكون أولى من غيره. الحالة الثانية ما فضل عن حاجته وكان في ملكه، فإننا في هذه الحالة نقول يجب بذله لسقيا ماشية وسقيا زرع على أصح الوجهين في سقيا الزرع. الأمر ولا يجوز بيعه، يحرم بيعه للحديث نهى عن بيع فضل الماء. الأمر الثالث متى يجوز بيع الماء؟ قالوا إذا كان من باب التبع، كأن يكون الشخص قد تكلف في تعبئته أو في نزحه أو في نقله. الذين يأتون بالمياه قديما للبيوت يأخذون أجرة على النقل، فهو من باب التبع، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الآن تشتري واية الماء بذلك بالمبلغ الكبير جدا، فهنا نقول يجوز ذلك لأنك تشتريه من باب التبع، وقد يغالي فيه، هذه المغالاة قد تكون فيها إثم. عندما يكون هناك شخص قد جعل ماكينة سحب الماء، فجعلها على بئر وجعل عاملا عليها وقال تأخذ قيمة نزع الماء بهذه الماكينة، لأنه يأتي بالماكينة والديزل وقطع الغيار وغيرها، نقول تأخذه لأجل ذلك. أما أن تبيع الماء أو نقع البئر وهو في جوف الأرض فإنه لا يجوز، حتى وإن أخرجه هو وكان معلوما فإنه لا يجوز، لأنه من المباحات ولا يجوز بيع المباح قبل تملكه. نعم. الجملة الثانية وهي النهي عن بيع ضراب الجمل، وفي حديث ابن عمر نهى عن عسب الفحل، وعسب الفحل هو ضرابه، والفقهاء أخذوا من ذلك أنه لا يصح، أو أخذوا من هذا الحديث النهي عن نوعين من العقود. النوع الأول لا يصح بيع عسب الفحل نفسه، ولا يصح تأجيره لأجل الضراب، فلا يجوز بيع عسبه أو نفسه، ولا يجوز تأجير الجمل وما في حكمه من البهائم لأجل الضراب، ما يجوز. وكثير من الناس الآن يكون عنده جمل يعني ذا قيمة عالية فيمتنع من يعني ضراب الإبل غيره إلا بثمن، وهذا لا يجوز. لك الحق الامتناع، نعم،
تمنع من الضراب ليس كالماء منهي عن فضله يجب بذله، وإنما لا يجوز للشخص أن يأخذ عليه أجرة. والسبب في النهي عن أخذ الأجرة لأنه قالوا هذا من بيوع الغرر، فإنه لا يعلم كم مقداره من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يعلم هل يتحقق به الولد أم لا. هو محل إشكال الآن للذين يعتنون بالخيل وبعض الدواب كالبقر، أصبح الآن يكون التلقيح الصناعي بمبالغ عالية جدا، لأن هذه الأنواع والسلالات تكون غالية فينتقون منها يعني بعضا من ضرابها ويحفظ، ثم يكون التلقيح بأثمان غالية، فهل يكون ذلك جائزا أم لا؟ قد يقال إنه من باب التبع، من باب التبع، لأنه تعمل عملية التلقيح بمبلغ معين بهذا الأمر، وهي محتملة وإن كان ظاهر النص المنع منها، وإلا فهو منتشر جدا. والذي يعرف التجارة في الخيل بالخصوص فإن كثيرا من يعني الضراب إنما يكون عن طريق التلقيح هذا الصناعي، والشركات متخصصة في بعض البلدان لأجل ذلك، وهي مسألة تحتاج إلى نظر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. الحبل هو الحمل، وتقلب الميم باء، ولكن مع التحريك فتكون حبل بدل حمل بسكون الميم. فهو نهي عن بيع حمل الدابة التي تكون حاملا، وهذا متفق عليه. من ما بعد هذه الجملة هي التي تفرد البخاري بإخراجها، وهي تفسير الحديث. قال: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. فهو نوع بيع للمعدوم، نوع بيع لمعدوم، فيبيع نتاج النتاج، فيبيع نتاج النتاج، أو هو معدوم الأجل أيضا، متى يكون الأجل، متى يكون نتاج النتاج، ففيه بيع للمعدوم. ولذلك يقول الفقهاء إن الشريعة إنما نهت في باب المعاقدات عن ثلاثة أشياء. لا يوجد الأصل في العقود الإباحة خلافا للظاهرية، كل العقود وكل الأشياء يجوز بيعها إلا ثلاثة أشياء. الأمر الأول ما نهي عنه لعينه، وتكلمنا عنها قبل في الحديثين في أول الباب. والأمر الثاني ما نهي عنه للربا، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل. والأمر الثالث ما نهي عنه للغرر، وبدأ المصنف من هذا الحديث فما بعده في الحديث عن أحكام الغرر. والشريعة حرمت العقود لأجل الغرر، ولذلك سيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في الصحيح، وهذه أمثلة لها. ولذلك يقولون إن النهي عن بيع الغرر مما تواتر النهي عنه تواترا معنويا، فسائر المنهي عنها من الأمور القادمة إنما هي من بيوع الغرر. عندنا هنا مسألتان فيما يتعلق بالغرر. الفقهاء يقولون إن الغرر لا يخرج عن ثلاث صور: إما أن يكون بيعا لمعدوم، أو أن يكون بيعا لمجهول، أو أن يكون بيعا لمعجوز عنه. فالبيع لمعدوم منها هذا الحديث، حديث حبل الحبلة. المعجوز عنه مثل بيع الآبق، فإنه لا يمكن الوصول له. بيع المجهول ما لا يعرف مقداره، ومنها ضراب الجمل، فإنه لا يعرف مقداره على سبيل الدقة، وذلك نهي عنها جميعا. طيب، عندنا مسألة مهمة في هذه وستتكرر معنا كثيرا، لكن نأخذ قاعدتها على سبيل الجملة لأنه في خلاف في بعض جزئياتها، وهي قضية أن ما نهي عنه للغرر فما حكمه. مشهور المذهب أن العقود التي نهي عنها لأجل الغرر باطلة، هذا الأصل، إلا عقودا مستثناة جاء الشرع بإثبات الخيار فيها للمغرور. والأصل أن كل ما نهي عنه من العقود باسمه لأجل الغرر فإنه عقد باطل، إلا أن يأتي الشرع فيقول إن له خيارا. الرواية الثانية منتصر لها الشيخ تقي الدين وأطال في الانتصار لها، قال: إن بيوع الغرر إنما نهي عنها لأجل حق الطرف الثاني، فيكون رضاه إذا علم بالنتيجة
مصححا للعقد، ليس رضا عند التعاقد، فإنه باتفاق أهل العلم نص على ذلك الشافعي وغيره أن الرضا تبع للعلم، بل عبرة بالرضا عند النتيجة فيكون مصححا للعقد. كيف ذلك؟ لو أن امرأ باع لآخر بيعا فيه جهالة لا يعرف كم مقدار هذه العين فتبايع، فالمذهب العقد باطل، يجب أن تجددوا العقد من جديد إذا علمتم مقداره. وعلى الرواية الثانية العقد معلق على إذن المغرور، فإن بان أقل أو أكثر قد يكون المغرور البائع أو المشتري أحدهما، فإذا علم المقدار فنقول لك الخيار بين أن تمضي العقد وبين أن تفسخه، فيصبح لك خيار. لأن الشيخ قرر قاعدة طويلة جدا في أن المنهي عنه لحق العباد يكون معلقا على إذنه فيصحح، وما كان منهيا عنه لحق رب العباد هو الله عز وجل فإنه يحكم ببطلانه مطلقا. وأما قاعدة المذهب فإن كل نهي يقتضي الفساد، ولذلك يمر عليكم في كتب المذهب دائما أن النجش باطل وإن رضي به صاحبه، أن تلقي الركبان باطل وإن رضي به وإن علم بالثمن بالشروط الأربعة ستمر معنا لا أظن اليوم سنأخذها. فالمذهب أنهم يبطلون العقود كلها لورود النهي بها، وأما الرواية الثانية فيقول هي معلقة على إذن صاحب العمل. بس بالإذن متى يكون؟ يجب أن ننتبه لهذا، إذا علم المجهول ووجد المعجوز عنه وظهر المعدوم، إذا وجد فيصبح خيار، كأنه في الحقيقة كأنه عقد جديد، النتيجة واحدة، إما أن يقول تعاقدوا عقدا جديدا على المذهب. وعلى الرواية الثانية ماذا يقول؟ يقول إذا رضي أذن. واضح الفرق بين الصورتين؟ طيب تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. الولاء لا يجوز بيعه لأنه من صور الاختصاص الذي ذكرت لكم قبل قليل، فالشخص إذا اختص بشيء لا يجوز له بيعه. من الأشياء التي لا يجوز بيعها الولاء، فلا يجوز للشخص أن يبيع ولاء شخص آخر لغيره ولا أن يهبه، لأن القاعدة أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. من الأشياء التي هي من باب الاختصاص ولا يجوز بيعها أيضا قالوا الذمة، ومن الذمة الكفالة، فلا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، حكي إجماعا حكاها ابن المنذر إلا خلافا لبعض أهل العلم وهو إسحاق بن راهوية، وإسحاق خلافه هذا موجه لغير الأصل المتفق عليه، فإن له وجها مقبولا عند بعض أهل العلم. فالمقصود من هذا كله أن هناك بعضا من الأشياء التي يستحقها الشخص لا يجوز بيعها، ومنها هذه الأمور وهي كثيرة. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع أنه في الصحيحين إلا أنه تكلم في إسناده، فقد ذكر الحافظ بن رجب في شرح العلل أن هذا الحديث من غرائب الصحيحين، وأن الإمام أحمد مال لإعلال هذا الحديث، فقد قال الإمام أحمد إن الراوي عن عبد الله بن عمر وهو عبد الله بن دينار لم يتابع على هذا الحديث، لم يتابعه أحد من الرواة على هذا اللفظ، وإنما روي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه مثل الحديث الذي سبق معنا قبل. وذلك يقول ابن رجب إن قول الإمام أحمد إنه لم يتابع عبد الله بن دينار على هذا الحديث إشارة منه إلى أن الصحيح هو ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وإنما قال الولاء لمن أعتق فقط، وإنما الفهم عن النهي إنما هو من ابن عمر رضي الله عنه. ثم ذكر أن هذا من غرائب الصحيحين، وهذا يدلنا على أن كل كتاب حاشى كتاب الله عز وجل لا بد له من تتبع. قلت لكم من قديم أن عدد من أهل العلم كالدارقطني وبالفضل بن الشهيد والجياني وكثيرون تتبعوا حروفا معدودة في الصحيح، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولكن في الجملة الصحيحان قد جاوز القنطرة كما قال الذهبي، ولكن هناك أحرف ينقدها العلماء الكبار كالدارقطني وأحمد والأئمة، ليس لأحد الناس في هذا الزمان أن ينقدها. وأما هؤلاء الذين في هذا الزمان يعني يقولون إن الصحيح يتصورون الصحيح ويتكلمون به ويتكلمون عليه، فهذا من جهلهم المركب. فإن كان الأوائل رجال فإن الأواخر لا يسلم بكونهم رجال كأولئك،
وهذا مما لا شك فيه. نعم، نأخذ آخر حديث. نقف. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة هو أصل من أصول المعاملات المالية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وقبل أن نبدأ عن الحديث عن بيع الغرر، نتكلم عن نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة. بيع الحصاة هي صورة من صور بيع الغرر، لأن فيها جهالة، في جهالة في المبيع. وبيع الحصاة لها أكثر من صورة، منها أن يكون البائع له أكثر من سلعة يملكها، ثم يرمي حصاة فيقول قبل أن يرمي الحصاة: ما رميت عليه الحصاة فقد بعت لك بكذا، أو ما أصابته الحصاة فقد فأعطيك إياه بكذا. ومثل هذا بعض اللعب الموجودة في بعض المحلات، حينما يضع المرء فيها ولو مبلغا يسيرا لا تتهاون في القليل، سأتكلم عن بعد قليل، فيضع مبلغا ثم تأتي هذه اللعبة باختيار، قد تكون شيئا غاليا وقد تكون شيئا رخيصا خسيسا، فهذا من نوع بيع الحصاة، وهذا هو صورة من صور الغرر، وهو صورة من صور الجهالة، بل هو مؤد للقمار، والقمار صورة من صور الغرر لكنه من أشد صور الغرر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاعتياد على هذه العقود والتعامل بها أنها شر عظيم جدا، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النرد، وقال إن من لعب بالنرد شير، وهذا الحديث في مسلم، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والسبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي الشديد، سواء في باب السبق سنتكلم عن هناك لمعنى، وهنا له معنى، أن المرء إذا كان يلعب بالنرد شير وما في معناه، له النرد الذي نعرفه يسمى الزهرة عندنا الآن، أن المرء إذا اعتاد عليها فإنه يقع في قلبه التعلق بالقمار وعقود الغرر، ويصبح متعلقا بها قلبه. والكلام الذي ذكره الفقهاء صحيح، فقد قرر أهل الفن وهم أهل علماء النفس الآن أن هناك مرضا يسمى بإدمان القمار، فبعض التصرفات يدمن عليها صاحبها ولو كان معدم المال، بينما من رزق الفطرة السوية وسلامة الطوية فإنه يبتعد عنها ولا يقربها. ولذلك الشخص يحاول أن يربي أبناءه على البعد عن هذه الأمور قدر استطاعتهم، فإن في ذلك بأمر الله عز وجل امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله واستقامة لطبيعتهم السوية. الأمر الثاني قوله: ونهى عن بيع الغرر. بيوع الغرر كما قلت لكم قبل قليل هو السبب الثاني في النهي عن العقود. والغرر قد يكون أحيانا في الثمن، وقد يكون في المثمن، وقد يكون في الشرط، وقد يكون في الأجل، وقد يكون في بعض الأوصاف ونحو ذلك. ولذلك فصل العلماء في الغرر، والغرر قد أجمع أهل العلم بلا خلاف، حكى الإجماع جماعة كثيرة من أهل العلم أن الغرر منهي عنه في البيوع، منهي عنه بإجماع أهل العلم. وفي المقابل حكى كثير من الفقهاء الإجماع أيضا على جواز الغرر اليسير. إذن الغرر الكبير مجمع على النهي عنه، وهو مبطل للعقد كما ذكرت لكم قبل قليل، إما مبطلا من البداية أو أن يكون العقد باطلا لكنه موقوف على إذن صاحب الحق كما ذكرت لكم في الرواية الثانية. وفي المقابل أذن في الغرر اليسير، والغرر اليسير كثير جدا تعامل الناس، وقد أجمعت الأمة عليه، حتى لقد قال أبو إسحاق الشاطبي إنه لو لم يقل بإباحة الغرر اليسير لكان الناس في حرج شديد. ففي كل يوم تشتري شيئا فيه غرر، لو اشتريت تمرا فإن التمر فيه غرر، وجه الغرر أن فيه نوى، فقد تكون النواة صغيرة وقد تكون كبيرة. بيع ما يؤكل ما فيه في داخله مثل البيض فيه غرر، قد تكون الغرر، قد يكون البيض فاسدا وقد يكون صالحا، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، في نوع غرر ولو يسير. ولكن يهمنا هنا لأجل الاختصار والوقت أن نعرف ما هو المعيار للتفريق بين القليل وبين الكثير. الفقهاء جعلوا أربع أوصاف أو أربعة أوصاف للتفريق بين القليل والكثير. الفرق الوصف الأول قالوا أن يكون القليل تابعا للكثير، فهو جاء من باب التبع، ولذلك تقرر عندنا أن التابع تابع. الوصف الثاني أن يكون محتاجا إليه، حاجة الناس تقتضي هذا الأمر. الأمر الثالث أن لا يمكن التحرز منه،
أن لا يمكن التحرز منه. الأمر الرابع أن يكون قليلا أي يسيرا. لا يلزم أن توجد هذه الأمور الأربعة جميعا، ولكن على الأقل لابد أن يوجد واحد من هذه الأوصاف. لكن لو انتفت كلها فلا شك أن هذا الغرر لا يسمى غررا يسيرا، وإنما يسمى غررا محرما مبطلا للعقد. ربما إن شاء الله في الدرس القادم نكمل حديث أبي هريرة في النهي عن بيعتين في بيعة، ونتكلم بتوسع مشيئة الله عز وجل عن الغرر. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. البئر مجانا ولا بفلوس؟ الأرض يجوز، بس ما يجوز لك أن تدخل داخل الأرض إذا كانت مسورة، ما تتسور السور. الأرض مملوكة وفيها بئر، أن تأتي بمكينتك وتنزلها في مكائن صغيرة معها لبلاستيك تنزلها يجوز، لا تستأذن أحد، لأن لا غير المملوك اللي في البر قليل، غير المملوك الآن يا شيخ الأبر القديمة شبه الصمان والدحول هذه قليلة جدا الآن، بالعكس الآن الدفاع المدني يغلقها جميعا الآن غير المملوكة. خذ من إذا كانت غير مملوكة اللي هي مباحة، خذ، ما حد يقول لك لا، ما حد يقول لك لا. في الشيب هذا في بعض الأشياء بتكون تبع البلدية، خذ يعبي لك مجانا لأنها أرض غير مملوكة تبع البلدية. سمي شيخنا النمور والفهود، المذهب هل هي ملحقة بالسباع رواية؟ هل هي ملحقة؟ ومشهور المذهب أنها ملحقة بالكلب من باب القياس، لأنهم يقيسونها هنا ويقيسونها أيضا في النجاسات، فقاعدتهم مضطردة، فيرون أنها تغسل سبعا هناك وتغسل سبعا هنا، ولا يجوز بيعها، يجوز شراؤها إذا كانت للصيد بس. فالمذهب أنه لا يجوز، مثل الكلب نفس الفكرة. الاختصاص هذا واسع جدا يا شيخ، قد يكون اختصاصا شخصيا وقد اختصاصا كليا أو عاما. اختصاص عام مثل مسجد، ما يجوز لأحد أن يبيع المسجد لأنه عام. الطرق هذا اختصاص عام، نفع عام، منى لمن سبق عرفه، ولذلك حكي الاتفاق أنه لا يجوز التملك في مكة ولا في عرفة ولا في منى. المذهب مفردات المذهب أظن موافقهم الشافعي، لا أدري عن المذهب الأخرى، المذهب أن مكة مختصة، فتبني بيتك لكن لا يكون ملكا لك، ولذلك عندهم في مشهور المذهب أن مكة لا يجوز التملك فيها. هذا مشهور مذهب الحنابلة، عند الحنابلة أربعة مناطق لا يجوز التملك فيها: مكة والعراق ويعنون به السواد دون الحيرة، والشام ومصر. لا يجوز التملك في هذه الأربع: مكة لكونها نفعا عاما، والثلاث الباقية لكونها فتحت عنوة. وألف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة 33 و1000 من الهجرة كتابا سماه تهذيب الكلام، تتمة السرع يعني نسيت الآن، في قضية لما تنازع بعض فقهاء المذهب ما المراد بمصر التي لا يجوز بيعها، فقال بعض المتأخرين أن المراد بها مصر التي كانت في عهد عمر، وهي هي عين شمس أو جيزة، هي واحدة، أنا ما أعرف مصر ما طببتها لكن ما دخلتها، لكن يقولون. فرد عليهم مرعي ابن يوسف قال لا، بل مصر كلها هي من ذلك. الرواية الثانية في المذهب اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المدن الثلاث لم يتكلم عن مكة إذا أقطعها ولي الأمر فإنه يجوز تملكها. قال وقد أقطعت ولا يسع الناس ذلك. طبعا تعرف أن أحمد كان له بيت في بغداد، وبغداد من السواد، مع تملكه للبيت يرى أن تملكه من باب الاختصاص، فماذا كان يفعل؟ كان يأخذ كل سنة الخراج ويجعله في بيت مال المسلمين، وهذا هو الورع. وذلك يا شيخ خذ قاعدة: المرء إذا تورع في ماله وخاصة ما يأكله وما يشربه بورك له في كل ما يخرج منه. يعني هؤلاء الأئمة أظن ما سادوا إلا بورعهم في أكلهم، ورع الذي بعلم، ليس الورع الذي بجهل، في ورع بجهل هذا خله، الورع الذي بعلم. ولذلك يعني أنا أكرر قصة دائمة يعني تنقل، نقلها ابن ملقن في العقد المذهب عن الجويني أبي المعالي، أن أبا المعالي الجويني كان رجل فصيح، بل هو عالم من علماء الشافعية كما لا يخفى عليك، والشافعية إذا أطلقوا لفظة الإمام لا يعنون بها الإمام الشافعي، يعنون بها الجويني، وهذا من عجائبهم، يسمون الشافعي الشافعي والإمام الجويني. إذا قالوا الإمام كذا سكت كثير من الطلبة، يقرأ في كتب الشافعية الإمام يقصدون به الشافعي، لم أجده في كتب الشافعي، لا يقصدون بالإمام الجويني، ارجع نهاية المطلب. عموما هذا الجويني كان رجلا عالما لا يشق له غبار ولا شك،
فكان أحيانا يتكلم في درسه فيأتيه تأتأة وفأفأة في كلامه، فكان يقف ويقول كلام في نفسه كأنه يؤنب نفسه، فيقول هذا من أثر المصة. فجاء أحد الطلاب قال يعني لاحظتك كلما وقفت في الدرس قلت هذه الكلمة، ما معناها؟ قال إن أبي وأبوه معروف من أئمة الفقه وأمة أيضا المعتقد، فإنه أبو محمد الجويني له كتاب في إثبات الصفات على طريقة السلف، فإن أبي شيخ أبو محمد الجويني صاحب كتاب السلسلة ستطبع قريبا إن شاء الله، الروايتين والوجهين عند الشافعية، كان رجلا صالحا وكان حري يعني معنيا ألا يطعمنا إلا حلالا، ولما كنت صبيا أو رضيعا دخلت جارتنا وكانت تأكل الربا فوجدتني أبكي فألقمتني ثديها، وجدتني أبكي فألقمتني ثديها فارتضعت، فلما جاء والدي أراد أن علم بالخمر أراد أن يخرج هذا الحليب الذي ارتضعته فما استطاع أن يخرج إلا بعضه، قال فما بقي من ذلك الحليب أجد شؤمه في هذا اللفظ الذي أقوله. وإذاك تجد يعني أحمد مع حرصه، يعني نقول أحمد ليس هو الوحيد لكن غيره كثير من الأئمة الشافعي وغير، تجد أن أحمد مع حرصه أن لا يكتب كلامه، حرصه أن لا يؤلف كتابا في الفقه إلا أنه نقل عنه من المسائل وخرج على كلامه وفهم أصوله الشيء الكثير حتى نسب هذا المذهب الذي هو في الحقيقة أقرب لمذهب أهل الحديث إلى طريقة أحمد في هذا المسلك. وهذا ربما في عناية بالورع، لذلك الإنسان يحرص في الحلال والحرام وخاصة ما تأكل، قلت لكم قبل قليل ما تأكل ثم ما تلبس ثم ما تسكن ثم عاد في سيارتك أمرها سهل السيارة، ولكن انظر في حلال، ليس كل المال واحد، وبعض الصالحين أعرفه لا يخلط ماله بل يجعل ماله أنواع، في مال يعرف أنه أطيب الكسب فيجعله لمصرف معين، ومال يعرف أن فيه هو حلال لكنه ليس من أطيب الكسب فيجعله في مصرف آخر، فهذا يجعله لشيء وهذا يجعله لشيء، موجود من الصالحين من يعيش معنا في الرياض وفي غيره. المقصود من هذا أنك يعني مقصود الحرص على الحلال والحرام، ما أدري طلعنا عليها سيد اللي هو قضية مكة والمدينة، انتهينا. سم شيخ هذا في السم، نعم من الطوافين قصدك يا شيخ؟ لا، المذهب وإن كانت حية، وإن كانت حية، وذاك عندهم تعرف قصتهم إذا سقطت ثم خرجت فإن كان مما يقبض مسكتيه يعني إليتيه، تعرف كلامهم، يفرقون بين نوعين من الحيوانات، يقول إن بعض الحيوانات إذا سقطت في الماء قبضت إليتيها فلا يخرج منها شيء، وبعضها لا تقبض إليتيها، وذكروا أن الفأرة من النوع الذي لا يقبض إليته فينجس، وأما الهر فهو من النوع الذي يقبض إليتيه فإذا سقط في الماء ثم خرج لا ينجسه سؤره، المذهب حملوه على السؤر، يعني إذا شرب وشرب من ماء سؤره أو أكل من خبز، أنا أذكر إحنا صغار أحيانا نجد الخبز يأكله الفأر نأكله بعده، سؤره طهر، أذكر بيتنا في مكة كله فئران، نأتي للطعام نجد أكل بعضه نعم عينها نجسة. تعرف الرواية الثانية اللي هي العبرة بالطوافة الحجم أو غيره، نعم الطوافة هو طاهر، وعلى ذلك فإن كل ما باشر الآدمي فهو طاهر، العرق الرواية الثانية شيخ السمير العرق طاهر، عرق البغل طاهر ما عدا ما أجمع على نجاسته كالبول والعذرة، عرقه بعض شعره شعره طاهر، يرى شيخ السلام أن شعر طاهر من البغل ونحوه، المذهب هو نجس لكن يعفى عنه للضرورة فقط، في البغل الذي يركب السؤر في الكل، وفي البغل يعفى عنه للضرورة، ما في أحد يقول يركب بغل لا يأتي عرق فنعفى عنه للضرورة العامة. سؤر الفأر يعني إذا شرب من ماء، أو القط شرب من ماء هل نحكم بنجاسته؟ الكلب إذا سؤره نجس هل الفأر مثله؟ لا. أو أكل من خبز هل لابد أن تقطعه وترميه؟ الكلب لو أكل من شيء خذه ورمه طرف أو تغسله، أما الهر فما دون أو سائر الطوافات على الرواية الثانية فتأكله مباشرة. نقله منصور في كشاف القناع، منصور هذا توجيه منصور في كشاف القناع، ولم يذكر توجيه من قدام الآخر. سمشيها ثلاث أشياء حسب ما في المقنع. تعليق اللي قلناه أول شيء قلنا في قصة جابر، بعتك إذا جاء فلان، بعتك إذا رضي فلان، إذا رضي والدي، المذهب عقد غير صحيح، إذا رضي أبوك جدد العقد. الرواية الثانية نعم يصح، ولكن لا يكون لازما ولا مترتب عليها آثاره حتى
تنشأ إرادة جديدة. لا، الشرط الواحد مقبول في المذهب، الجمهور ما يقبلون شرط، حتى شرط ما يقبلون، الجمهور ما يقبلون شرط، المذهب يعني أرادوا أن يقاربهم المتأخرون فقالوا شرط. يقول شيخ الإسلام نصوص أحمد لم تقيد بشرط، والأدلة كلها على جواز الشرطين وأكثر. فهم يقول لا يجوز شرط ليس من مصلحة العقد إلا واحد، أكثر من واحد لا يصح، اثنين ما يصح. الحين رح أي شيخ أي بيع في خمسة شروط، يعني لو رحت لواحد قلت أشترط عليك تنقله إلى بيتي مثلا، وأشترط عليك أن تصبغه بوية، ما يصح العقد قوله. إيه، لكن على قول الثاني صح، المسلمون كلهم عليه شرط. جرى التمليك قيل خلنا نبدأ بالذين منعوه، الذين منعوه هل ستأتي معنا في الدرس القادم؟ بيعتين في بيع، خلنا نتكلم عنها، ذكرنا الأسبوع الجاي نتكلم عنها في بيعتين في بيع، لأن خلنا نفهم بيعتين في بيع قبل. في شيء مشايخ؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا سمي شيخ فاتح، أنا مشينا وياك.